الآن بين مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والمركز أو معهد وولف في جامعة كامبريدج، ويهمكم جميعا ونريد أن نشرك الجميع في هذا المشروع. فأدعو زميلي الدكتور كسلر ليتفضل يعمل عرض مع الزملاء هناك لمدة 5 دقائق عن هذا المشروع. يلي ذلك سنعرض فيلم قصير عن هذا المؤتمر، وستشاهدون أنفسكم في هذا الفيلم، ثم نتكلم في الختام عن البيان الختامي. فليتفضل دكتور كسلر. بروفيسور دكتور أونايمي، friends, it gives me great pleasure to announce later in the year the launch of a joint project between the Doha International Centre for Interfaith Dialogue and the Wolf Institute in Cambridge, entitled Enhancing the Significance of Interfaith Dialogue, which continues the work of this conference. The purpose of the Enhancing project is to map and to support interfaith dialogue on a global level, and to study and promote best practice amongst interfaith initiatives. By best practice, we mean sustainability and effectiveness. We want to learn how organizations and individuals have achieved their goals and how they have overcome challenges, financial, political, cultural, and otherwise. And later this year, you will be invited by Dr. Al-Naimi and myself to join, to participate in developing this new and original website. And we would welcome your criticisms and your suggestions. We seek to promote knowledge exchange, to highlight case studies from around the world, some of which we've heard today, to overcome the difficulties and to achieve the goals we all share. Like the Doha International Awards for Interfaith Dialogue, we are seeking to support individuals and organizations in advancing the field of interfaith dialogue. After this conference, you will receive an invitation, and I hope you will register your information. You will share approaches to dialogue and discuss the impact of your work. Please join us and let us share with one another what we have learned from the interfaith encounter. Thank you. Thank you, Ed, for this short presentation. We will put this website very soon. I think we have some difficulties to show it to you. We worked on it, but okay. This is ما في مشكلة. إن شاء الله سنشرككم، سيكون على موقع المركز، وسيكون إن شاء الله سندعوكم جميعا من شارك معنا للدخول إلى هذا الموقع. الآن نريد أن نعرض فيلما عن هذا المؤتمر، مؤتمر 10. فليتفضل الإخوان. طبعا هذا الفيلم قامت به قناة قرطبة العالمية من إسبانيا، وهم مشكورين، عملوا هذا الفيلم وسهروا البارحة حتى الساعة 4 صباحا حتى ينتجون، يعملوا المونتاج لهذا الفيلم. فبعد الفيلم سيتحدث زميلنا الأخ حسين منصور عن هذا الفيلم وعن هذه القناة. الفيلم أول. بعد 10 سنوات من العمل الدؤوب والمؤتمرات المتواصلة للتقريب بين أتباع الأديان السماوية وتوفير مساحة للتواصل فيما بينهم، يتبادل خلالها رجال الدين وأرباب الفكر والثقافة والإبداع الأفكار والمقترحات الهادفة إلى مد جسور متينة من التفاهم والتعايش الإيجابي في ظل الاختلاف. ها هو مركز الدوحة العالمي لحوار الأديان يقيم احتفالية بهذه المناسبة المتزامنة مع عقده لمؤتمره السنوي 10. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
وانطلاقا من الإيمان بأن كافة الجهود التي تبذل من أجل الحوار والتعايش كلها أضواء تصدر عن مشكاة واحدة لتملأ القلب الإنساني الفطري بنور السلام والأمن. فقد آثر القائمون على مركز الدوحة العالمي لحوار الأديان أن يكون احتفالهم بإتمام العقد الأول من عمر الإنجازات احتفالا بكل إنجاز في ذات السبيل، فكلها بذور في دوحة واحدة، وكلها ترى في الحوار طريقا قد يقي الإنسانية ويلات لا يعلم مداها إلا الله. أنا أهدف من يوم من يوم الأيام أن ننشر ثقافة الحوار في الوطن العربي وعلى مستوى العالم طبعا، لأن هذه الثقافة ما زالت مش معروفة عندنا، جديدة شوي. والحوار ليس مقصود حوار الأديان، يمكن حوار الحضارات، حوار الثقافات وإلى آخره. الحوار أحسن سبيل لتحقيق تطلعات هذه المؤتمرات. By speaking and by communicating, we will hopefully find a constructive way forward for both of our communities. عندما نقول بالحوار أو عندما نؤمن بالحوار هو تأكيد مننا على إيماننا بعقل الإنسان وإرادة الإنسان وحرية الاختيار عند الإنسان. الحوار تفاهم، تفاهم كما يقول طبعاً علماءنا، يعني نتفق حول المشتركات يعني، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه. تجارب ناجحة في حوار الأديان، هذا هو العنوان الذي اختاره منظم المؤتمر العاشر عنواناً لهذا العام. تنوعت التجارب والخبرات بين مجالات شتى، منها الأكاديمي، ومنها المتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية، ومنها المرتبط بجهود حل النزاعات وإقرار السلام، ومنها ما هو في حقل الثقافة والإبداع ووسائل الإعلام. المسلمين الذين استقروا في إسبانيا، قدم المشاركون من 75 دولة تجاربهم وخبراتهم للآخرين سعيا نحو تحقيق الدعم المتبادل وتأكيداً على التضامن فيما بينهم لخدمة هدف نبيل وغاية سامية تجمعهم جميعاً. لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نبارك ونثمن هذا الجهد الرائع الذي بذله مركز الدوحة العالمي لحوار الأديان، وكذلك أن ننتظر منه المزيد في مستقبل الأيام القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. لعلي سأحاول أن أوجز في كلمة بسيطة للغاية، وهي أن الآية الكريمة التي لطالما تكررت في مثل هذه اللقاءات كانت قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا سأتوقف عند مفهوم التعارف. التعارف هو فعل إيجابي يعني معرفة الآخر وصولا إلى معرفة الذات، فهو سبيلي إلى معرفة ذاتي، وبالتالي هو فعل إيجابي يشي بكيف أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان حتى حين أوكل إليه هذا الأمر. وبالتالي فإن الإعلام هو الأولى بأن يقوم بهذه المهمة، مهمة التعريف بالمعنى الإيجابي، وأن يعكس هذا المعنى الذي طرحته الآن. مشروع قناة قرطبة شعارها الأساسي هو أنها قناة تسعى إلى التواصل بين الثقافات والأديان، وبالتالي لأننا رأينا أننا نقاسم مركز الدوحة العالمي لحوار الأديان نفس الغاية، لذلك كان منا هذا العرض البسيط الذي شاهدتموه الآن تقديراً منا لهم ولجهودهم خلال العقد الماضي، وكذلك تقديراً لتلك البادرة أنهم حين حاولوا أن يحتفلوا بمرور 10 سنوات على إنجازاتهم أشركوا معهم بقية السائرين في نفس الدرب، لذلك كان هذا ردنا على مبادرتهم الكريمة. وشكراً جزيلاً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك الشكر الجزيل.
أخي منصور. طيب الآن إحنا في نهاية هذا المؤتمر، اسمحوا لي أن أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا، وأحب أن أشكركم واحدا واحدا صراحة، أقول شكرا، ميرسي، ثانك يو، دانكا، غراسيا، مشو غراسياس، تشكرات، متشكر، all the words I can express myself. أنا أرى أن احنا استمتعنا الصراحة بهذا الجمع. أنا شخصيا وجدت أن هذا الجمع فعلا يعني متميز في ثقافته، متميز في نقاشاته، طروحاتك كانت جدا واقعية، أفكاره يعني ما قرأنا منها وما سمعناها صراحة تنم على أن هناك رقي عالي جدا في الطرح. هذا المؤتمر يعني شاب الكثير، يعني عفوا ما كلمة شاب يمكن ليست الكلمة الصحيحة، تجلى فيه روح الأخوة والمحبة والحوار الهادف، ولم نرى التشنجات التي كانت تصاحب عدد من المؤتمرات السابقة. هذا إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء الذين شاركوا معنا قمة في التفكير، رقي في التعامل مع الآخرين، الاستماع والإنصات والتعاون. أشكركم جميعا، أشكر أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات اللي شاركوا معنا، خصوصا اللي جاءوا من الإمارات العربية المتحدة، لأن صراحة احنا يعني نفتخر بوجود هذا الجيل في مثل هذه المؤتمرات، ونتمنى أن يعني طبعا في طلاب من جامعة قطر ومن كلية المجتمع المدينة التعليمية، لكن تواجد هؤلاء الطالبات عنوة جاءوا من دولة الإمارات دليل على حرصهم، وأشكرهم وأشكر رئيسهم الذي يقودهم في هذا المحفل. أنا سعيد جدا. فقبل أن يعني في الختام أحب أقرأ لكم إعلان مؤتمر الدوحة الدولي العاشر لحوار الأديان. نحن المشاركون 300 في مؤتمر الدوحة العالمي العاشر لحوار الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود وضيوف من أديان أخرى، أكثر من 75 دولة من 6 قارات، اجتمعنا في فندق الريتز كارلتون بالدوحة عاصمة دولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2013. إن المشاركون في هذا المؤتمر يقدرون تقديرا عاليا الضيافة الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى ولدولة قطر وشعبها المضياف، كما يسجلون تقديرهم لمنظمي المؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وزارة الخارجية وجامعة قطر. في جلسة الافتتاح التي رأستها الأستاذ الدكتور عاش المناي، رحم الدكتور نعيمي رئيس المركز ومعالي وسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل القطري بالمشاركين، وتحدث عن ضرورة اتخاذ توصيات قوية ومتابعة تنفيذها حول موضوع المؤتمر تجارب ناجحة في حوار الأديان، كما تحدث ممثلون أو القيادات الدينية في اليهودية والمسيحية والإسلام في هذه الجلسة التي بدأت قوية، وأثر الخطاب الأول الذي قدمه المشاركون جلسات المؤتمر التالية. وفي الذكرى العاشر مؤتمر الدوحة الحواري، فقد منح المركز جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان للمرة الأولى لعام 2013، ومن بين 150 متقدما من الأفراد والمؤسسات من جميع أرجاء العالم فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور محمد السماك، في حين تم تكريم 3 شخصيات و3 مؤسسات لدورهم المتميز في حوار الأديان. وفي جلسة خاصة بعد الافتتاح عرض كل من الفائزين وهم من لبنان والبوسنة وأمريكا والمغرب وكندا وتركيا تجاربهم وإسهاماتهم على المشاركين. لقد ناقش المؤتمر 4 محاور: الأكاديمية، العدالة، السلام وحل النزاعات، والثقافة الإعلامية. في المحور الأكاديمي، فقد اقترح بأن البحث عن الأرضية المشتركة يأتي من الاعتراف بالاختلافات، وإن تطوير مهارات الحوار هامة وضرورية في وقتنا الحاضر، وإن المعلمين والأسرة كلاهما أو المدرسة والأسرة كلاهما يملكان دورا محوريا في تنشئة الأجيال بروح الحوار. وينادي المؤتمر الجامعات والمسؤولين عن التعليم العام بإدخال حوار الأديان في مناهجهم الدراسية، ويشجع الباحثين
في مؤسسات التعليم العالي بالاستفادة من العمل مع مؤسسات حوار الأديان لتنمية ثقافة الحوار وتطويرها. المحور الثاني محور العدالة. قدم المتحدثون في هذا المؤتمر أو في هذا المحور مبادرات هامة تدور حول العمل على إقامة عدالة اجتماعية وبيئية واقتصادية وصحية على مستويات مختلفة تتراوح بين مبادرات محلية وعالمية تتمثل في شراكات دولية مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأقليات الدينية ورموزهم المقدسة والحقوق الأخرى. وأكد المتحدثون على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية من خلال التعامل مع قضية العدالة كمفهوم دائم التطور ويخدم الناس كافة من كل الأديان. كما أكدوا أن المسلمين والمسيحيين واليهود يعملون دائما بطرق مهمة لمحاربة الفقر، وإن كان الكثير من غير العاملين في مجال الحوار يجهل ذلك. ويتبقى الاحتفاء بمثل هذه الشراكات حتى يدرك عامة الناس إمكاناتها البناءة، وأن مؤتمر الدوحة لحوار الأديان أو مركز الدوحة لحوار الأديان يمكنه أن يلعب دورا في تشجيع المبادرات الجماعية لتحقيق العدالة في المستقبل. المحور الثالث السلام وحل النزاعات. ينادي المؤتمر أو ينادي المجتمعون في هذا المحور المجتمعات الدينية بالاستمرار في تعاونهم بصورة بناءة لإيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة من خلال بناء كفاءات القادة الدينيين والمدنيين من أجل قيادات مسؤولة ملهمة من الرجال والنساء ليكونوا قادة ملهمين، وهذا سيؤدي ليس فقط إلى حل النزاعات في مجتمعاتهم الخاصة وإنما أيضا إلى التسامي عن المصالح الطائفية الضيقة والإسهام في حل نزاعات المجتمعات الأخرى. وقد يكون هذا عامل ضغط على أصحاب القرارات على جانبي أي نزاع، وعلى القيادات الدينية إذن العمل على مواساة المجتمعات التي عانت بسبب النزاعات بإشاعة مبادرة العفو والمصالحة والعلاج النفسي بينها. المحور الرابع والأخير الثقافة الإعلامية. مع اختراق الإعلام حياتنا اليومية وخاصة في العقود الأخيرة فقد تزايدت أهمية استخدام القصص الشخصية في مناقشة القضايا العامة لأجل إشاعة الحياة المشتركة في المجتمعات الدينية، وينبغي تقدير فوائد استغلال بعض الوسائل التكنولوجيا في المدارس من أجل تنمية روح الحوار الديني وتقديم صورة جذابة صادقة موضوعية للأديان. وفي استجابة للسيد رشاد حسين ممثل الرئيس أوباما الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت الدكتورة عائشة المناعي نيابة عن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان عن دعوة منظمة التعاون الإسلامي لتنظيم مؤتمر لمتابعة توصية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 16/18، ويعمل المركز عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب إن شاء الله تحت عنوان حماية المجتمعات الدينية ورموزها المقدسة. ويسعد المركز